لأن الأعمش قال كلمة جميلة، الأعمش متوفى 148 ويقول إني أدركت الناس في الكوفة والناس يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، والذي يقرأ بقراءة زيد بن ثابت التي جاء بها من هو الذي جاء بمصحف عثمان إلى الكوفة؟ أبو عبد الرحمن السلمي، صح؟ أبو عبد الرحمن السلمي، فهو الذي جاء بالمصحف من المدينة وعمره أظن 18 سنة كما يقال في بعض الروايات، وهو الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولذلك يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هنا منذ أكثر من 40 سنة. فإذا يقول الأعمش أدركت الناس والذي يقرأ بقراءة زيد قليل، معنى كلامه، وكل الناس يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. واليوم يقول الأعمش واليوم كل الناس يقرؤون بقراءة زيد اللي هي القراءة الرسمية، وقليل جدا من يقرأ بقراءة ابن مسعود. وذكر عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي بالناس في رمضان فيقرأ ليلة برواية بقراءة زيد وليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، فالمسألة كانت إيش؟ كانت مقبولة وفي إطار الاختلاف العلمي، يعني ما هي بالمسألة، حتى أنه ذكر في البحث هنا أن الحجاج بن يوسف كان يقطع رقبة من يجد عنده مصحف ابن مسعود، وهذه مبالغة طبعا منه، ما ثبت أن ابن الحجاج كان يفعل مثل ذلك. الحجاج كان يقطع رقاب من يخالف بني أمية سياسيا، أما أنه يقطع من يخالف في رواية مصحف يعني هذه مبالغة.